فقرة الحقيقة بيغلب عليها الطابع الفني، حدث تاريخي وعرس فني كبير بتشهده المملكة العربية السعودية بانطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الافتتاحية. طبعا هو انطلق امبارح، بيستمر لحد 15 ديسمبر الجاري على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة، بمشاركة العديد من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المهرجان والفعاليات من خلال ضيفنا اللي مشرفنا عبر زوم، نقدنا الفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي، اللي طبعا مرحب بيه، طبعا ضيف عزيز وكريم. وحشنا جدا أستاذ طارق، طبعا بقالنا فترة ما التقيناش، فإن شاء الله رب يكون العودة أحمد من خلال فعاليات هذا المهرجان. شكرا جزيلا هشام، وانت وحشني والمشاهدين الاعزاء كلهم وحشنا، وان شاء الله تتجدد اللقاءات، بس احنا مش زوم، ده احنا لايف. طبعا احنا مبسوطين جدا بوجودك معنا يا استاذ طارق، ومفيش احسن من كده مناسبه ان احنا نلتقي. الله يخليك. النهارده احنا بنتكلم بقى على حدث تاريخي مهم بتضيفه، كنت مستنيك كمان تكون موجود معنا. والله كنت اتمنى، بس اكيد حضرتك موجود بقى هتنقل لنا الصوره بشكل مدقق جدا كالمعتاد. والنهارده بنتكلم بقى على كلك ذوق، حدث تاريخي بتضيفه المملكه العربيه السعوديه لانطلاقتها الثقافيه والفنيه من خلال مهرجان طبعًا. البحر الاحمر السينمائي طبعا بيقام لاول مره، فعايزين نعرف اهميه هذا المهرجان بالنسبه للحاله الثقافيه والفنيه سواء في المملكه او المنطقه ككل. بص، انا الحقيقه انا كنت قضيت يومين في الرياض، مدينه الرياض، وفي موسم الرياض الفني والحقيقة والثقافي، وشفت عروض وأجواء، ومنها مسرحية حبيبتي من تكون اللي هي عن حياة عبد الحليم حافظ لخير بشارة، واستمتعت بحالة الزخم الفني، وانتقلت على طول أنا لمدينة جدة عشان مهرجان البحر الأحمر، اللي هو فعلا زي ما انت قلت في الأول حدث تاريخي، انه المملكة العربية السعودية لأول مرة بتقيم مهرجان وبهذه الضخامة. والمهرجان فيه كمان ترقب من حوالي سنتين، لأن تعرف كورونا جت عطلت الدنيا كلها، فاحنا بقالنا سنتين بننتظر المهرجان، والترقب جاء أو الحدث جاء على قدر الترقب، كلما كان الترقب كبيرا ما تبقى فيه مشكلة. لكن طبعا حفل الافتتاح زي ما حضرناه، واكيد البعض كمان يكون شافه، كان في زخم وكان في تعدد جنسيات وثقافات وانماط، وهو ده الفن وهو ده الابداع. واول يعني اول صفحه في صفحات الفن الجماهيري بالذات هي السينما، لان السينما اداه شعبيه في الاساس، يعني ولدت عشان الناس، فانت امام تعدد رؤى وتعدد ثقافات، والشريط السينمائي لما بتعرضه بيطرح كل الافكار دي والتفاصيل دي، تعدد الرؤى الموجود. فالحقيقه اختيارات كانت مهمه، الافلام مهمه طبعا، بعضها شفناها بحكم انت عارف انا بحضر مهرجانات كتيره، فبتبقى شفت بعض الاعمال الفنيه، اختيارات جيده جدا من فريق العمل، يجب ان احنا نحييه، وندوات. وايضا في شيء مهم جدا، انه السينما السعوديه مش بس النهارده، لا، من قبل سنوات، في السنوات الاخيره بدات تقتحم، والدراما عموما بدات تقتحم مناطق عديده اجتماعيه، تناقشها بقدر من الجراه، وبالتالي ده وصل للناس. مش ما بكلمش عن الناس بمعتبر المجتمع الخليجي فقط، لا السعودي فقط ولا الخليجي فقط، لا، العالم العربي كله، لان احنا طبعا في خطوط تماس عديده في المنطقة العربية، بدأت الأمور دي على المستوى الاجتماعي تناقش وبقوة. فأنا شايف أن ده توجه جميل. هتلاقي التوجه كمان النسائي مهم جدا، حضور المرأة، حضور المرأة، أنا يعني أنا ضد فكرة حضور المرأة لكونها امرأة، لا، لكونها مبدعة. يعني شفنا تكريم لأكتر من فنانة، مش لأنهم نساء، لا، لأنهم مبدعات، يعني كاترين دنيف، ليلى علوي، هيفاء المنصور، ودي واحدة وصديقة هيفاء، لأنها يعني خريجة معهد السينما وعاش في مصر، ولها يعني صداقات عديدة، فهي أيضا يعني إيه، يعني بنعرفها من زمان وبنتابعها من زمان، ويعني عنوان عظيم جدا للسينما العربية،
للعالم مش بس السعودية، لا هيفاء المنصور عنوان مهم قوي للسينما العربية في العالم. وفيلم وجدة كان سنة 12 على ما أتذكر، يعني قرابة 10 سنوات عقد من الزمان، حقق نجاحات ضخمة ورشح وحصل على عدد من الجوائز منها المهر الذهبي في مهرجان دبي وهكذا. فهيفاء كان يجب أن تكرم، وفعلا ده هذا هو ما حدث. وأنا زي ما قلت لك ما بحبش قوي فكرة مسألة نسائية في الفن، لا الإبداع يسبق الجنس، أنت رجل أو امرأة ده موضوع مش ده الموضوع، لأنه جمال المرأة وقوتها إنها تحقق نجاحها يعني وتختارها لأنها مبدعة، وده اللي حصل. طبعا أسماء الثلاثة مش محتاجة إن إحنا يعني نتحدث عنهم، وليلى قالت، ليلى علوي قالت كلام جميل وكلام عميق يعبر عن العلاقات المصرية السعودية وعمقها عبر التاريخ والزمان. وأنا دايما بقول إنه أكتر دولة عربية فعلا ودي حقيقة الروح متقاربة هما مصر والمملكة العربية السعودية في روح الشعبين، وعشان كده لما الفن بينتعش والنوافذ بتتعدد الثقافية في المملكة العربية السعودية بتلاقي إنه في تواجد مصري عظيم وكتير طول ما انت معدي كده. وشوف انت قد ايه الوجود المصري موجود في المهرجان وقبل المهرجان قطعا يعني في كل التظاهرات. طيب هنا استاذ طارق، واحنا بنتكلم على الفكر وتوجه المملكه، احنا كل شويه بنلاقي مناسبه ثقافيه فنيه ادبيه سينمائيه طبعا زي المهرجان اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. عايز اعرف من حضرتك ازاي ممكن بتفكر السعوديه في هذا الجانب الفني او الثقافي او الادبي، وإزاي ممكن يكون ليه المردود سواء على الداخل أو حتى على المنطقة الإقليمية ككل؟ بص، في كلمة لويليام شكسبير يقول لك إيه، احذر منه أنه لا يحب الموسيقى. خد بالك، خد كلمة الموسيقى دي وادلها يعني وسع الدايرة، يبقى معناها أنه لا يحب الفن، لا يحب الثقافة، لا يحب الحياة. لما أنت بتفتح مجالات متعددة للإبداع وللفن الدنيا بتبقى أحلى وأجمل، والإنسان بيبقى قادر على أن يواجه كل المشكلات. وعندما يصبح هذا هو عمق، هذا هو العمق وهذا وتلك هي الاستراتيجية، تأكد أن الانفتاح يعني عظيم جدا. أنت مثلا بالنسبة لموضوع السينما هتلاقي أنه الخطة طموحة لدور العرض، طموحة جدا، لأنه أنت عارف إحنا بنعاني في عالمنا العربي عموما من تضاؤل عدد دور العرض بالقياس لعدد السكان. لا الخطة ماشية بشكل سريع، يعني أنا كنت زي ما قلت لك من يومين كنت في الرياض فلمحت كده دار عرض 25 شاشة وده يعتبر رقم كبير جدا على مستوى العالم. ما أقدرش أوقن إذا كان يعني في حاجات تانية أدوا ولا في العالم مش متأكد، لكن هو المتأكد منه ما هوش ربما مش الرقم الأعلى، لكن المتأكد منه أنه واحد من أكثر الأرقام القياسية. يعني في مصر في دار عرض 16 شاشة، لكن وصلنا ل 25، ده رقم كبير. معناها إيه؟ أنت مش بتعمل شاشات عشان تتباهى بالعدد، لا تتباهى بالرواد، تتباهى بالجمهور، أن الناس قطعت التذكرة وده القائم. فبالتالي العدد لما بيزيد والدور العرض عندما تتسع بتعرف أن أنت هنا بصدد زيادة في الجرعة الثقافية وتقبلها. طبعا الأفلام موجودة بكل عن أطيافها، مش بس المصري، لا كل الأفلام. التواجد العربي الحقيقة كمان يعني لأنه أحد أهم التوجهات موجود على مستوى الأفلام، على مستوى الضيوف، على مستوى أيضا الفعاليات والندوات فدي كلها تصب لصالح الحياة. يعني طب هنا يا استاذ طارق، على ذكر دور العرض، على ذكر دور العرض الكبيره والمجهزه كما ونوعا، عايز اعرف حاجه برضو يعني اكيد لا يليق بينا ان احنا يكون عندنا هذا العدد من دور العرض الشاشات، ولا نكون مساهمين ثقافيا وفنيا وسينمائيا. انا مش باخد بس من الاخر، ولكن كمان انا حابب ان انا اضيف ان انا اوضح الهويه بتاعتي، الهويه العربيه، فكري وثقافتي، ازاي ده ممكن يتحقق خلال الفتره الجايه ان شاء الله. طبعا طبعا، لا
لا هو بيتحقق فعلا في انتاجات مشتركه كتيره، سواء عربيه يعني بين المملكه العربيه السعوديه من مصر او وبين السعوديه وعدد من دول الخليج، وجود مصر، وجود المغرب، وجود فنانين من تونس، فنانين من العراق، سوريا، لبنان، مش وارجو الاردن، يعني اليمن، كل دول عباقره في ابداعهم، واخد بالك؟ وفي انتاجات مشتركه مع العالم. هو طبعا هو ده لا الخطه، وخد بالك صناديق الدعم جمالها انها فيها جزء داخلي. طبعا اي مهرجان في الدنيا بيقام في بلد لازم تبقى عينه على البلد، وده مهم. يعني انت لما مثلا لو حضرت كان هتجد ان في اهتمام بالسينما الفرنسيه، ده مش على حساب الاهتمام الاوروبي او العالمي اللي موجود مهرجان عظيم زي كان او عريق زي كان، لا ده اهتمام مؤكد مهم. يعني مهما كنت انت عندك يعني دولة زي فرنسا هي اللي اخترعت السينما، ورغم ذلك بتهتم قوي بكمان سينما بلدها، وبتهتم قوي لو انت بصيت مثلا على الافلام في المسابقة الرسمية مهرجان كبير زي كان، هتجد جزء كبير من الافلام ممكن 50% ممكن يصل لهذا الرقم، هتلاقي فرنسا جزء من الانتاج، الدولة الفرنسية جزء من الانتاج، مش اللي انتجت كل حاجة جزء. ايضا المملكة العربية السعودية من خلال صناديق الدعم والانتاجات المشتركه اللي هي بتعملها، وفي لجان قراءه للسيناريوهات بتختار، و كل ده موجود مش النهارده، لا ده موجود قبل اكثر من عام ويمكن عامين لكل التفاصيل دي. واحد اعمده المهرجان هم دولت، وهو ده اللي بيدي قوه واستمرار للمهرجان. المهرجان ليس حدث يستمر 10 ايام حتى اسبوعين، مش ده الموضوع، ما هو هيخلصوا طب بقيه السنه، لا بيبقى اللي بيدي بقى حياه وتدفق دماء ان في مشروعات بيتم اللي بيفضلوا قاعدين يفكروا فيها وكيف تقدم، والوسيله التي تقدم من خلالها، والاطر العظيمه اللي بيتم. فانا بشوف ان ده قدرت المملكه العربيه السعوديه من خلال طبعا وزاره الثقافه، لان هي المنوط بيها بشكل مباشر الاعمال ديت، انها وايضا هيئه الترفيه كلها مناطق لزياده التدفق الدماء والحيويه، واهم حاجه الحياه. شوف اذا انت خلقت فن عظيم واديت الفن قوته ودعمته، وده اللي واضح، لان انت بنلاحظ انه مثلا فيلم زي بلوغ ده فيلم سعودي خمسه مخرجات، وزي ما قلت انا ما بيهمنيش قوي فكره الجنس مخرج او مخرجه، مش ده الموضوع، لكن لما بيكون فيلم زي ده وكان هو افتتاح اسبوع السينما العربيه اللي سموه افاق مهرجان القاهره قبل بضعه ايام، أي. يعني نقول اسبوع مثلا ولا حاجه، والنهارده موجود ايضا في المسابقه الرسميه، انت كده بتعمل رساله وبتناقش كل القضايا ومن خلال فيلم داخل في منطقه باين طبعا بالعنوان انها منطقه شائكه في حياه كل البشر، منطقه البلوغ او المرحله دي فعلا بتناقش وبتناقش بجراه وبابداع. طب هنا يا استاذ طارق على ذكر هذا الفيلم، طبعا هو اخذ صيت كويس حتى من خلال مهرجان القاهره السينمائي، ودلوقتي احنا بنتكلم على وجوده داخل المسابقه الرسميه. طبعا قبل ما الوقت ينتهي، طبعا احنا النهارده بنعرف الناس بشكل كبير جدا بطبيعه المهرجان في نسخته الافتتاحيه. عايز اتكلم على الفيلم المصري اللي هو هيكون فيلم الختام بره المنهج، وكمان الفيلم الموسيقي سيرنو اللي طبعا هو فيلم الافتتاح. حاسس ان في موازنه وفي مراعاه لابعاد كتير جدا وانت بتتكلم على اختيار الافلام سواء في الافتتاح او حتى في الختام. طبعا برافو عليك برافو عليك. في الافتتاح مثلا لما بيكون البطل قزم، انت هنا بتوصل رساله، ورساله مهمه قوي، انه الموهبه ماليش دعوه انت تخين رفيع عندك اعاقه حركيه اعاقه سمعيه بصريه، لا الفيلم من اروع الافلام، وانا براهن على انه هيبقى، وده يحسب للمهرجان مهرجان البحر الاحمر، انه عندما تعلن ترشيحات الاوسكار هتجد واحد من الافلام اللي لها عدد كبير من الترشيحات. فلما مهرجان يعرضه في الافتتاح هو معناها انه بيختار، وانا بقول واختيار صائب يعني باللغه بتاعتنا كده، يعني جاب جون يعني من اول الاختيار كويس، وممكن البطل يبقى مرشح لجائزه، البطله، الفيلم، وهكذا. ده واحد. اتنين، بره المنهج ده عمرو سلامه مخرج مصري مهم،
عمل عدد من الأفلام في السنوات الأخيرة وضعته في مكانة مرتفعة. أنا طبعا كان المفروض أشوف الفيلم قبل المهرجان، لكن لأن إحنا كنا مزنوقين في مهرجان القاهرة يعني ما قدرش أشوفه. لكن عمرو دايما دايما بيخش في مناطق بره المنهج، يعني إيه؟ يعني بره الصندوق، يعني بره المعتاد، يعني أكيد في نظرة لشيء مسكوت عنه كما نطلق عليه. لأن ده عمله في أغلب أفلامه دايما رهان عمرو على الجزء ده، فهو أنا واثق أنه كمان المرة دي في بره المنهج، لأن العنوان، وده طبعا العنوان اللي عجبني قوي، أنه هو داخل في حاجة بره أو بعيدا عما تعرفنا عليه كعمل سينمائي. أرجو أنه يعني دايما نقول إحنا ختامها مسك، أرجو أنه كمان وختامها مصري، وده يعني حطها بين قوسين، وده مش شفونية مني، لكن بيبقى في اعتزاز، أنت بتوصل رسالة عن العلاقات الجميلة العميقة الدائمة بين مصر والمملكة العربية السعودية.